كيفك صهري؟ أهلين خاطر. هيك بتعمل يا زلمي؟ بتاخذ كل شي عن جد؟ لك يا أخي، أنت زعلان مني، احكي، فهمني غلطي. أنت ما غلطت ولا شي. لا سيدي غلطت، يلي عملته معك كان ولدني بولدني. شو نزارة؟ زهرة، لك زهرة ما في منا. علمتني شغلات كتير، علمتني كيف أضحك على طول، وإنه الحياة حلوة كيف ما كانت، المهم نعرف كيف نعيشها. مرحبا أختي. أهلين أخي. وين أمك؟ بالليوان. مرحبا يا مو. أهلين تقبرني، واثق الله عليك. شو؟ شايفتك مبسوط؟ إيه والله يا مو، شفته لرياض. ريان جوز اختار؟ ايه يا مو، رحت لعنده مطرح ما عم يشتغل وحكينا. حكيته؟ بشو حكيته؟ استسمحته يا مو، قلت له انا تصرفت معك بولدني ونحن اخوي ولازم ترجع تشتغل عنا بالدكان. طيب ليش ما قلت له يرجعوا على البيت كمان؟ قلت له يا مو، قلت له قال هن مبسوطين مطرح ما هن قاعدين. طيب وين قاعدين هلا؟ ببيت اهله، هن اخذين غرفه واخواته غرفه. قوم قوم تقبرني قوم. لوين يا مو لوين؟ بدي اروح زور بنتي، يلا مشان توصلني. ايه ايه يا مو. ايه اهلين مرت عمي، شرفتي والله. بقامتك صهري. أود عناكم، أنا عندي شوية شغل. الله معك صهري، مهونة. لا تقبريني، لا ما بدي قهوة، عادي عادي. معقولة؟ معقولة أنت زهرة بنت أبو خاطر؟ ما عندك عفش؟ ما عندك شيء؟ مهما كان يا مو، وين كنتي قاعدة بهداك البيت ومستتة؟ أحلى عفش وأحلى أوضة نوم وأرض ديار واسعة، وصلوا الكونان وركبوا 3 لمبات. لا يا مو لا، أخوك خاطر مزبوط تولدك، بس اليوم راح لعند رياض واستسمحه واعتذر منه، لأنه أبوك ما عم يقبل يحكي مع خاطر ولا كلمة، وأخوك يبعث لي حمى راح يجن على ما يصلح اللي بينه وبين رياض، ووعدني إنه يرجع كل شيء مثل ما كان. يا مو يعني رياض منيح معك؟ يعني ما ضربك ولا مرة؟ ما مد إيده عليكي؟ والله رياض كبر بعيني كتير، وكبر بعيني أكتر لما تخلى عن البيت وربع الدكان وما تخلى عنك. كنت فكرته بهجوازة نازل على طمعه، بس طلع حكي كله غلط، حتى أخوك خاطر غلطان بحقه، وأنا كمان يا مغلط بحقك. ورياض والله ما بيستاهل غير كل خير، صعي فقير بس متربي وأخلاقه عالي وعينه شبعاني. تفضل يا مو. تفضل يا بي. يا مو بدك مني شي تاني قبل ما روحنا؟ لا تقبرني، روحي نامي. ايدك يا بي. الله يرضى عليك يا بنتي. ايدك يا مو. الله يرضى عليك. لا تتغطي بالليل، عم يصير برد. ها مساء الخير يا بي. قرب بوس ايد ابوك قوام. يا بي بوس ايدك سامحني، مشان الله تسامحني يا بي. والله لا عم بقدر نام ولا ارتاح يا بي، مشان الله تسامحني. يا بي يا بي انا غلطت منك السماح، اللي شو اعمله انا من ايدك هي لايدك هي، بس دخيلك سامحني. خاطر اليوم راح لعند رياض على الشغل. مزبوط الحكي ولد؟ مزبوط يا بي، واستسمحته، وهو ما انه زعلان مني بنوب، الله وكيلك. وين عم يشتغل؟ عند ابو اسعد البلان. وانا كمان رحت زرت زهرة بالبيت. عند زهرة على البيت؟ ليش وين سكنوا؟ ببيت اهله لرياض، هن اخذوا اوضة واخواته لرياض اخذوا اوضة. مبسوطة هون لك زهرة؟ ما
والله حاسس اني ظلمتك معي. يا اخواتي تعشوا. شو بك يا زهرة؟ حدا منهم جاهزك شي؟ كله بإيد رب العالمين. لك زهرة شبكي؟ بعدين انت طولي بالك ولا تستعجلي وكل شي بوانه حلو. وش كان انت حابة انه الداية تكشف عليكي؟ معلش روحي لعندها بشان تطمني منيحي. شو صار لك ابن عمي؟ وينك لهلا؟ انت تاخرت وحاضر تاخر كمان، والله غلط ولا قلبي وين كنت؟ شي بيحزن يا ام خاطر، شي بيحزن. اللهم عافينا ويبعد عنا كل مرض خبيث بجاه الحبيب المصطفى. شوفي والله وقعت لي قلبي. لدعشري اخذوه على الخستخانه وقطعوا له ايده. يا لطيف ليش؟ غرغرينا اللهم عافينا، لما سمعنا بالخبر الحين الرجال لهنيك وطمنا عليه. ارحم عبادك يا رب. طب ورجعوه على بيته؟ لا خلوه بايت بالخستخانة اليوم لبكرة. طيب وخاطر وينه؟ خاطر راح مع الشباب وصبحي ليطمن على أبوه ويشوفه. تعرفي لازم كل هالحارة يوقفوا معهم بين مصيبة. يا لطيف والله الواحد وتسمع هيك سمعات لازم يشكر ربه ويحمده على هالنعمة اللي هو فيها. الصحة أحسن شيء بالدنيا. إيه الله يديم الصحة علينا وعلى كل أحبابنا. آمين. حط لك عشاء ابن عمي. عشاء شو يا أم خاطر؟ مالي نفس دوق الزاد. سخني لي شوية مي لحط رجلي فيهن. تأمر أمر ابن عمي. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك. هلأ هيك صاروا حلوين كتير. يا أبو خيرية جيبي المقشة وتعلمي هالشعر على الأرض. يا مو زهرة شوفي بتقعدوا بالبيت بتتركي اخواته لجوزك يقعدوا فيه مثل ما بتكونوا انتو حرين، المهم بتكونوا مرتاحين ومبسوطين. والظاهر انه رياض شاب ادم وابن حلال، وانا يا بنتي غلطت بحقه. الله يبعث له الهي على هونيته ويرزقه بحسنتك يا رب. هذا لا والله يا زهور انا بدي لمون. لك انت ضيفتنا لك زهرة. خلص يا مو خلص تركيها تلمون هي مثل ما بدك. يا مو شوفي مين يا مو مين بده يكون يعني؟ هي امزكي هذا ترمى